فازت المملكة ولله الحمد بمنصب نائب رئيس فريق استشاري للاتصالات الراديوية خلال اجتماع جمعية الاتصالات الراديوية التي عقدت مؤخرا بمدينة شرم الشيخ، وتشكر المملكة كافة الدول العربية والصديقة على ثقتها بترشيح المملكة لنظير الدور القيادي التي تقوم به مجال الاتصالات بصفة عامة ومجال الاتصالات الراديوية بصفة خاصة. فوز المملكة بمنصب نائب رئيس في قطاع الاتصالات الراديوية تقديرا لجهودها وإنجازاتها في قطاع الاتصالات الفضائية. تتكون هيكلة المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية العام 2019 من 7 لجان رئيسية متضمنة اللجنة الرابعة، والتي تتناول بنود جدول أعمال المؤتمر المحالة للخدمات الأرضية، ومن أهم هذه البنود بنود جدول أعمال المؤتمر الخاصة بالجيل الخامس. اللجنة الدراسية الخامسة معنية بشبكات والأنظمة للخدمات الثابتة والمتنقلة. فوز المملكة بمنصب نائب الرئيس يأتي للجهود المتضافرة في هذا المجال، وعلى سبيل المثال عمل المزادات الترددية لتمكين تقنية الجيل الخامس.